نرجعوا مرة أخرى لمسألة الجزارة. الجزارة اللي بيعولكم في لحم البهيم على أساس أنه بقري ما همش يغسوا فيكم. أولا على خاطر لحم البهيم ما فيهش كوليسترول. ثانيا على خاطر الإنسان يلزم يكون بهيم يسر وعنده تصديق بقري بس ما يفرقش ما بيناتهم. أما الجزارة اللي بيعوا لحم نعجة على أساس أنه علوش هو في الحقيقة في مصلحتكم، على خاطر بالرغم من النعجة تتفخر بلية العلوش هي في الحقيقة ما عندهاش لية كبيرة، إذن هي أقل شحم.